يقول بالنسبة للتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر والمغرب، هل تقال بعد الاستغفار؟ نعم، بعد الاستغفار، بعد ما يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، استغفر الله 3 مرات، ثم يأتي بالتهليلات 10.